بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير لكل من يشاهد ويسمع هذا الفيديو وهذا المنتج. أود أبلغ الجميع أن هذه العيادة المتخصصة في علاج الفم والأسنان هي متخصصة فعلا، وكما يقال يعني اسم على مسمى. فعلا أنا تعالجت معهم في بداية الأمر، وطبعا وجدت كل القائمين على هذه العيادة وعلى رأسهم طبعا مالك عيادة والدكتور المتخصص، هو أيضا يعني يعتني بمرضى، يعني لا أقول 100% ولكن أقول فوق 100%. وبالتالي أنصح كل من يعاني سواء كان تقويم الأسنان أو زراعة أسنان أو حتى تنظيف أو ما يتعلق بصحة الفم والأسنان، فأنصحه بهذه العيادة. هذه العيادة طبعا أصبحت يعني لها شهرة، وأيضا أشكر شكرا جزيلا اخينا وزميلنا ايضا نعيم الانصاري، هو الذي دلني على هذه العياده، وبالتالي صارت بيننا علاقه احنا والاخوان في هذه العياده. اتمنى 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 من كل من يعاني ان يبادر بالحضور الى هذه العياده. اشكركم جميعا على الاستماع. I would like to thank all the teams, doctors or nurses, servants, all of them how they take after of me. Thank you a lot. Subscribe to our YouTube channel and get instant access to all of our latest medical care videos. Enjoy your free pass to quality global healthcare.